اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه يعني العمل الصحفي عرف قيمه التخصص وامن بيه واتجه اليه، بمعنى ان انت لما تكلم صحفي في الشؤون الخارجيه لو قلت عايز اتكلم في السياسه اكلم مين؟ فاتكلم حد بتاع شؤون خارجيه وسياسه. طب عايز اتكلم في الرياضه اكلم مين؟ تكلم ناقد رياضي او حد في القسم الرياضي. طب عايز اتكلم في مشكله للفنان محمد رمضان واللي عامله، عايز اتكلم في النقد المسرحي اكلم مين؟ اكلم حد من قسم الفن، دي في الجرايد. عايز تتكلم في الدين شوف حد من المشايخ او شوف حد من محرري الصفحات الدينيه المتخصصين في الصحف. ده اللي احنا عرفناه. لكن الغريبه جدا انك تلاقي حد على هذه الدرجة الموسوعية بحيث ممكن تكلمه في السياسة فتلاقيه أصلا متخصص في الشؤون السياسية ورأس القسم الخارجي في الأخبار لسنوات. طيب تكلمه في الرياضة فتكتشف أنه أكثر اطلاعا ومتابعة ومعرفة من كتير من الزملاء في الأقسام الرياضية. يمكن هواية، بس إيه علاقة الهواية بالنقد المسرحي لما تلاقي الراجل واخد كام دبلومة في النقد المسرحي؟ تقلب الصفحة تروح للدين فتلاقي حافظ القرآن، فترجع خطوتين فيكلمك في الفن ويرجع يتكلم بكل المتعة والاستمتاع عن النادي الأهلي اللي ارتبط بيه لفترات طويلة. عشان كده كان لازما في هذه الظروف يكون معانا الكاتب الصحفي الموسوعي الكشكول الأستاذ حامد عز الدين. أستاذ حامد أهلا بيك. اهلا بك يا استاذ ابراهيم. نكلمك في ايه بقى؟ كما تشاء. كما نشاء. طيب صديقك عصام السباعي مدير تحرير الاخبار لمس نقطه مهمه في زاويته بالاخبار، خير اللهم اجعله خير، منذ اسبوعين وانا احلم بان جنين الكره المصريه اطف كم ورده واقدمها للنادي الاهلي مع درع الدوري وهو يبارك لهم على فوزه ببطوله الموسم الاخير. وبيقول عصام السباعي وكل ثقة في أن سكان الجبلية الجدد سيحققون ذلك الحلم، وإن كل الحكاية مجرد فروق توقيت، ما يشير إلى أنه كل ما يتحدث عنه جمهور الأهلي من رغبة في أنه يتسلم درع الدوري بشكل لائق وبشكل يحقق هذه الاحتفائية ببطولة فاز بها الأهلي عن جدارة وبصعوبات شديدة جدا يمكن أن تتحقق مع جنين الجبلية زي ما قالوا عصام السباع. رأيك؟ هو الحقيقة وإحنا بنبارك للمحاسب عمرو الجنايني أنا عندي تساؤل الحقيقة، أنا مش عارف من الذي نصح للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باختيار المحاسب عمرو الجنايني وهو مسؤول كبير في بنك كبير في مصر وله فروع على مستوى العالم أن يكون رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم، فأنا لم أسمع أن له علاقة بالكرة. كان عضو مجلس إدارة في الزمالك وعضو مجلس إدارة المقص. عضو مجلس إدارة، بس أنا قصدي هل هذا يكفي؟ هل هذه الخبرات تكفي؟ وإن كان كونه محاسب عظيم ورائع ومسؤول كبير في بنك كبير، طب ما كنا نجيب رئيسه في البنك، رئيس مجلس إدارة البنك الأستاذ هشام عز العرب لكي يكون رئيسا، خصوصا وقد كنا نعلم ونعلم الآن أنه المحاسب الأستاذ عمرو الجنايني الحقيقة يعني إيه مشجع بن حسين عادي، مشجع عادي لنادي الزمالك الشقيق، واحنا بنتمنى ان هو يضع في اعتباره ان كل الناس عارفه هذه الحقائق، فلا بد من ان يثبت انه يحاول كما قال ان يكون حياديا في التعامل مع النادي الاهلي، ولعل ابسط شيء هو انه النادي الاهلي بطل الدوري رقم 41 في تاريخه لم يتسلم الدرع لا في الملعب حيث كان يجب ان يكون ولا باحتفال كما كان مدير الاتحاد السابق قد وعد، ولا في احتفالية في أحد الفنادق الخمس نجوم.
عموما يمكن عندنا تصريح للأستاذ أسامة إسماعيل مدير لجنة الإعلام في الاتحاد، قال إنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعد وشكل ومكان تسليم درع الدوري للنادي الأهلي، فهذا لم يتم حتى الآن. أستاذ حامد عايز أبارك لك، مصر النهاردة كسرت حاجز 200 وكسرت الرقم القياسي التاريخي لها في الألعاب الأفريقية. نعم. النهاردة وصلت ل 229 ميدالية متنوعة البعثة المصرية في المغرب. كان الرقم السابق أيضا مصري في دورة الكونغو 2017 لما كان مصر عندها 217 ميدالية. النهاردة 229 ميدالية. ال 229 ميدالية منهم 79 ميدالية ذهبية، وده رقم لأنه ال 87 فضية 59 برونزية، لكن لازال ذهب المصريين في الكونغو هو الأعلى، وأنا كنت أحد شهوده. نعم. أخذنا وقتها 85 ميدالية ذهبية و63 فضية و69 برونزية. نأمل إن شاء الله وقد كسرنا الرقم القياسي للميداليات المتنوعة نكسر الرقم الذهبي إن شاء الله. الحقيقة إنه هذا الموضوع من الموضوعات اللي بتسعدني منذ أن انطلقت دورة الألعاب الأفريقية 12 في المغرب بتنظيم، رغم انه يعني اختير المغرب على عجل لكي يحل محل الكونغو، ف يعني بذل جهد كبير وتنظيم رائع باسم المغرب وباسم العرب في افريقيا. اما ابطال مصر فهم قد رفعوا الراس عاليا، خصوصا ان هؤلاء الابطال يعني أنا بالمتابعة اليومية واللي بيتابعوني عبر الفيسبوك وعبر تويتر يعرفون أني أنا ببقى حريص على كل خبر رائع، بس كل أخبار البهجة والسعادة. عشان كده عندنا فقرة مهمة عن الأهلي والواجب الوطني بامتياز، هنناقشها في وقتها. لكن المراكبي وعبد الوهاب ولحن الوفاء، هذا الأسبوع أو هذه الأيام ظهرت من ملامح الوفاء بين الأهلي وجمهوره ومحبيه ما يستحق التوقف عندها، لأنه قيمة الوفاء في حد ذاته قيمة إنسانية راقية جدا، لأنه عكسه الجحود وقلة الأصل. لكن هذه الأيام تتدفق كل معاني الوفاء من الأهلي مسؤولين وجماهير مع مشجع شاب بسيط اسمه محمد سمير المراكبي من كفر الدوار، رايح يحضر مباراة للأهلي مع فريق اطلع بره بطل جنوب السودان، راجع في القطر وقع تحت القطر، نقل للمستشفى، حصل له بتر لساقيه الاثنين. شفناها الحلقة الماضية في مداخلة مع والده الأستاذ سمير المراكبي، واطمننا على حالة محمد. وبعديها تحولت غرفة محمد في المستشفى إلى مقصد لكل الجماهير. أعضاء مجلس إدارة النادي معظمهم زار محمد في المستشفى، استقبل مكالمات كتيرة جدا. كل اللعيبة اللي ما اتصلش بيه راح زاره يا أستاذ حامد. هذا هو الأهلي. هذا هو الأهلي. أي. الأهلي هو رمز الوفاء دوما لكل من ينتمي إليه، بمجرد أنه النادي الأهلي بيعرف. والنادي الأهلي بتكلم عليه مش المؤسسة الرياضية العملاقة فقط، لكن كل الأهلوية، جماهير الأهلوية. أنا وصفتهم ذات يوم بأنهم أعضاء الجمعية العمومية الكبرى للأهلي. فأما بيحصل أي مواقف زي دي أو ما يشبهها، فبتلاقي هذه الجمعية العمومية المنتشرة بالملايين في جميع أنحاء مصر المحروسة بتتحرك وبقوة للوقوف إلى جانب من يستحق الوقوف، وإعلان الوفاء لمن يستحق الوفاء، سواء كان من جماهير الأهلي. وطبعا جماهير الأهلي دي قدمت النماذج للعطاء اللامحدود اللامحدود دوما لصالح النادي الأهلي، وهم سر أسرار عظمة النادي الأهلي الكبير. هي جماهير النادي الأهلي. الذي يعطي للنادي الأهلي اسمه الكبير هي جماهيره الكبيرة التي تعشق بجد.
والموضوع ده متحول الى مش بس شعارات. قيمة النادي الاهلي، قيمة النادي الاهلي التسويقية هي في قيمة جماهيره، في حجم جماهيريته الكبيرة. فأي حد بيرتبط بالنادي الاهلي بيكسب جمهور النادي الاهلي، فهذا ليس غريبا. وأنا أعتقد أن هذا الشاب المراكبي هو أسعد ما يكون برد الفعل، لأنه هو كان رايح هيتفرج على الماتش وهيروح بيتهم ولن يعرف أحد، ولكن ما تعرض له كان محنة شديدة، لكنها في ذات الوقت كانت بالنسبة إليه منحة أن يشعر بحجم حب ووفاء الأهلي بكل كياناته. بقول لك والدته سمعتها يعني بتتكلم، قالت يعني اللي خفف علينا الألم والوجع الشديد ده الأهلي، وهو محمد اللي أشعره بشيء من الاطمئنان هذا الاهتمام من قبل الأهلي كله، مسؤولين ولاعبين وتنفيذيين وجماهير الكل حوالين محمد سمير. طيب نشوف في هذا الفيديو محمد سمير وأسرته وهم بيتكلموا بعد هذه المحنة وكيف جاءت المنحة. كتير منهم كابتن محمد ابو تريكه، كابتن سعد سمير شرفني هنا، كابتن احمد الشيخ، كابتن الشناوي، كابتن اكرامي، كابتن سيد عبد الحفيظ برضه اتكلم اخويا، كتير والله منهم سابونيش يعني. كابتن عادل كان دخلنا امبارح معاه، والدي كلمه في البرنامج. والله موقف النادي الاهلي الناس كلها، محمد بسراج ومحمد بمرجان وحتى كابتن عادل القيعي، كل الناس بتاعت النادي كلهم بيتواصلوا معايا، كل اللعيبه بيتواصلوا معايا. واول واحد اتصل بيا كابتن الشناوي، محمد بسراج اتصل بيا وقال لي عندي استعداد اسفره المانيا وهات لي الجواز بتاعك انت وهو وانا هسفره لك على لوكا هناك. محمد بي مرجان بعت الاستاذ كريم ان هو يجيبنا هنا او يشوف، قال له احسن مستشفى في اسكندريه. فالنادي الاهلي كلهم متواصلين معايا وكلهم بما فيهم الكابتن الخطيب، هو طول عمره يعني بيحب الاهلي وكده، فهو من هو صغير انا كنت بروح الماتشات على طول، فكان بيبقى يعني ايه يقول لي خدني معاك وكده، فانا ما كنتش برضه بقول له لا لما تكبر شويه ويعني وتشد حيلك وكده، لحد ما هو بقى خد الموضوع والطريق من نفسه، هو بقى يروح مع نفسه واصحابه والكلام دوت. فاتصل بيا صراحة يعني، وطبعا كان مشدد مش عاوز حد يعرف ولا حد يقول، بس طبعا لازم انسب الفضل لأهله يعني. كلمني العميد محمد مرجان بعديها على طول، قال لي ان في حالة عندكم في اسكندرية ياريت تتابعها وياريت تشوفها وتبقى معانا اول باول، واحنا متكفلين بكل حاجة وقايمين بكل حاجة، واللي هم محتاجينه واللي هم عايزينه احنا قايمين بيه، والكابتن محمود الخطيب بنفسه مهتم بيها شخصيا، وربنا قدرنا يعني خلصنا اجراءاته وخلص العمليه والاجراءات والعنايه المركزه ونقلناه مستشفى، والحمد لله رب العالمين. واهم حاجه ان هو بس قام بالسلامه. استاذ حامد، هذا الاهتمام من قبل النادي بمشجع الا يقودنا الى انه روابط المشجعين تحتاج الى تنظيم في حق للمشجع؟ يعني كل دول العالم اللي بتمارس كرة القدم بشكل احترافي عندها روابط بتجيب مطالبها، بتحقق أهدافها، وأيضا بتحميها عند النكبات أو أي ظروف. أنا أعتقد أن اللائحة الجديدة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي الأهلي فيها ما ينظم هذا الأمر، وأعتقد أنه الموضوع محتاج من الإدارة التنفيذية أن تبدأ في تنفيذ ما نصت عليه اللائحة من وجود روابط مشجعين وفيها كل الأمور. بس علينا أن نتحرك في هذا الموضوع وبسرعة، لأنه دوما اللي بيحصل أنه الأهلي بيبدأ ثم يتبعه الآخرون دوما. فعلى هذا الأساس أنا شايف أنه تشكيل روابط المشجعين هي شيء جيد، ويعني خصوصا قبل الدوري الذي وعدنا بأنه سيكون مختلف وهيكون بجماهير، لأنه الخاسر الأكبر من عدم وجود جماهير هو النادي الأهلي ثم النادي الأهلي ثم النادي الأهلي. الأهلي بيفقد سلاحه، النادي الأهلي
دوما دوما انا بلعب في ملعبي وبلعب خارج ملعبي. في الحالتين بيبقى الجماهيرية الاهلي هي اللي بتثير الحماسة في اللاعبين. اما العب على طول في مباريات الصمت خصوصا اما يبقى لا يوجد مبرر. بسأل نفسي ساعات سؤال منطقي، يعني الاهلي بيلعب في كاس مصر مع فريق بلا جمهور فهيحصل ايه ان تحضر جماهير وهي مباراة كرة؟ طب ما احنا كان بيحضر 75,000 متفرج في مباراة مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية، وكان شكل الملعب بيبقى رائع وجميل، واللي كان بينظم الأمن هو الأمن المصري، واللي كان بيقوم على الباقي هم مصريين، واللي كان بيحضر المباراة جماهير وشباب وعائلات وهكذا، وكان المشهد رائع. فاحنا ليه بنقفله؟ انا بقول ان هناك يعني دول الحالة الأمنية فيها صعبة جدا لكنها تقام فيها المباراة بجمهور، فاحنا ايه اللي يخلينا نعمل كده؟ يعني على اي اساس؟ وعلى اي اساس الاهلي بيلعب مع فريق اسمه اطلع برا، والفريق طلب انه النادي الاهلي يستضيفه واستضافه النادي الاهلي، فحدد اقول 10,000. طب ليه اقول 10,000؟ يعني ما سيبها، يعني مش هيحصل حاجة، خصوصا ان النادي الاهلي الان وهو اول من فعلها عنده الطريقة الالكترونية لحجز التذاكر سواء من اعضائه او جماهيره، وتم تطبيقها من قبل ونجحت. فاحنا بس هي القضية بيني وبينك يا استاذ ابراهيم، انا ما ببقاش عارف هو عندما اريد ان اخاطب الكرة المصرية من اتحدث اليه، مين اكلم؟ مين كان الاول خالص بدور هكلم العميد ثروت سويلم، صح، اللي هو المدير التنفيذي اللي اصبح بين ليله وضحاها هو المسؤول الاول، وبعدين مشي الان اللجنه اللي هي الجديده. الكره المصريه دي جماهيريه ضخمه جدا وشيء عظيم جدا، ويحتاج مننا الى كثير من العطاء والاجتهاد، إلا إذا كان هناك شيء لا نعرفه، لأنه استمرار لجنة مؤقتة لمدة سنة كاملة أنا شايفه قرار يعني غير مسبوق من بس ما هو بيكلفها في خلالها بمهام كبيرة، أنت بيكلفها الفيفا بأنها تعيد النظر في لائحة النظام الأساسي وإجراء بعض التعديلات عليها. نعم. رقم اتنين بتيجي الانتخابات على اللائحة الجديدة وتسلموا المهام، ثم تعمل كل التشكيلات والهيكلة الإدارية داخل الاتحاد، يعني هي مجموعة مهام وقايل لهم لحين إجراء الانتخابات أو 31 يوليو أيهما أقرب، يعني لو أنجزت كل هذه المهام قبل 31 يوليو في 6 شهور قول سلام عليكم، بس سلم الأمور للاتحاد منتخب. أنا أريد من اللجنة الخماسية برئاسة المحاسب عمرو الجنايني ان هي تبين لنا اماره ان احنا سنجد شيء مختلف، وكما قلت انت وانا بطالب او هكذا يطالب الاهلي منذ 20 او اكثر عاما بضروره تعديل اللائحه الانتخابيه، لانه لا يصح بالمره ان يكون صوت يمثل للاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او المصري او الاتحاد، وصوت ايضا يمثل بعض انديه مراكز الشباب غير الفاعله. فده ما ينفعش، وقالها المايسترو صالح سليم قبل كده انه الراجل بتاع الدرجه الاولى اللي النهارده هيلعب درجه اولى في الدوري الانجليزي ده له 3 اصوات، اللي في الدرجه الثانيه له صوت، اللي في الدرجه الثالثه ملوش، واللي في الرابعه ملوش، لان اللي ايده في الميه الوزن النسبي لكل بيتحدد كده. انت بتلعب فين؟ طب انت عندك كم فريق ناشئين؟ طب انت كل الحاجات دي بيتحط ليها ان دول يبقوا عدد الاصوات اكبر عشان نتخلص الحقيقه من انتخابات السمك والجمبري. السمك والجمبري، لكنه زي ما قلت لكم هذه فقرة عن الوفاء، عن لحن الوفاء، عما حدث للأهلي ومع الأهلي ومن أجل الأهلي من وفاء كبير جدا، سواء ما حدث مع محمد سمير المراكبي المشجع الأهلاوي
أو ما حدث مع أيقونة الوفاء الكروية في تاريخ الكرة المصرية الراحل محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب في 31/8 يعني زي بعد بكرة بالظبط من 13 سنة يعني في 2006 سقط محمد عبد الوهاب على أرض ملعب التتش أثناء المران وانتقل إلى مثواه الأخير. محمد عبد الوهاب صار أيقونة الوفاء من وقتها، لأنه وقتها قال الأهل عمره ما خلف معايا معاد وأنا عمري ما هخلف معاد معاه، ورحل. المهندس عادل القيعي وقتها في الأهل اليوم أو بعد الوفاة بفترة استضاف كابتن مانويل جوزيه أو مستر مانويل جوزيه كان المدير الفني للأهلي، وافتكر جوزيه ما حدث مع محمد عبد الوهاب. نفكركم بيه. أنا عارف إن في خلال مشوار مستر مانويل جوزيه بعض اللحظات اللي هو قال قبل كده إنها لحظات مؤلمة زي رحيل محمد عبد الوهاب. عندنا شخصية يعني قريبة جدا من محمد عبد الوهاب الله يرحمه، حريص جدا إنه يلتقي دلوقتي مع مستر مانويل جوزيه وهو خاله أو بمثابة خاله وكان المسؤول عنه. ولما عرف إن مستر مانويل جوزيه معانا في الاستوديو النهاردة اتصل وعايز يتكلم معاه على التليفون. Tem uns momentos tristes no clube, como morreu o Mohamed Abu Wahab. E tem cara que vai falar contigo no telefone agora. Aí, Hajj Mahmoud. Salam alaikum. Salam alaikum. ازاي حضرتك كابتن؟ الله يخليك. انا قلت للمستر مانو دلوقتي ان انت على التليفون وانك عايز تسلم عليه. انا نفسي والله اسلم على مستر مانويل، ونفسي اشكره على الكلام اللي قاله بخصوص المرحوم محمد بعد الوفاه، يعني واللي اظهر فيه مشاعر كبيره جدا جدا تجاه محمد. يعني انا حسيت ان بالكلام اللي قاله مستر مانويل ده انه اكتر شرقيه مننا، يعني حسيت انه يعني دافي اكتر من الشرقيين نفسهم، خاصه ان مستر مانويل قال جمل يعني بتحمل معاني كبيره جدا 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 تجاه المرحوم محمد. منها جمله انا كنت اتمنى انا اللي اموت مش هو، يعني كلام يعني وانا عارف انه هو انه صادق، انا واثق انه هو صادق في كلامه. يعني اتفضل يا محمود. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا حبيبي. وقريب كمان قوي في ماتش ودي للنادي الاهلي عرفت انه اتكلم عن المرحوم محمد يمكن اكتر من ثلث ساعه، فانا بشكره جدا جدا على مشاعره دي، وانا ببلغه ان احنا يعني الاسره كلها بتحبه قوي وبتتمنى له دايما التوفيق. راجل ناجح وان شاء الله دايما يبقى في اكتر نجاح باذن الله، ومبروك عليه ومبروك على مصر ومفرح الشعب المصري كله، مش مفرح جمهور النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق دايما. وحبيت ان انا ابلغ يعني شكر الاسره لمستر مانويل، لان انا قبل كده قلت لابو تريكا يبلغه اللي فالو برافو تريكا، مش عارف بقى هو قال ولا لا، فحبيت ان اقول له بنفسي. يعني شاكرين جدا جدا يا كابتن. شاكرين يا محمود. ومحمد عبد الوهاب في قلوبنا جميعا، وصعب ننسى شخصيه بهذا الخلق وهذا الحجم كلاعب. رايه ايه في المكالمه دي؟ كوات اوبينيون ده سالي قسم. غابلايف فوي فوي مومنت ماس دولوروزو دو تودا ميني فيد. كان صعب جدا قوي لاست محمد عبد الوهاب. تاني ما فوتوغرافي ياسين. عنده صوره ليه كبيره. No meu quarto. Foto. Do Ablo Ev com a taça. Para me lembrar o quanto a vida é curta. بيشوف ان الحياه قصيره جدا. E é dura, e é injusta. وصعب. Eu não estava cá quando ele faleceu. هو ما كانش موجود لما مات. Ainda bem para mim que não estava. وكويس ان هو ما كانش موجود. Eu estava em Paris com a minha mulher, vínhamos de Portugal para o Egito. وكان جاي هو ومراته هنا على مصر. Quando o Ahmed, o tradutor, o Abdul, me telefonou a dizer que. المترجم الاول معاه هو اتصل وقال له ان محمد عبد الوهاب توفى. Tenho 44 anos de futebol, foi o momento mais duro de toda a minha vida.
44 سنه في الكوره، دي لحظه كانت صعبه صعبه جدا عليه في حياته. كونسيرو تريش كوز روينج من يا كاريرا انا وتريش بسوج فالسيرو تنباي، في حاجات حصلت كتير وبرضه في ناس ماتت برضه. اشتابن وينيسيو ما كاريرا بريليانتي، لكن محمد كان لسه بيبتدي مستقبله. ايرون جاروت فانتاستيك وكان ممتاز جدا. اي اند اوج مي ايموسيونو كواندو في از ايماجينز الي، لما بشوف الصوره بتاعته في الماتش بيتاثر. بورك دو فاكتو يل فوي ان كامبيون، هو كان بطل. Foi um jogador que chegou, teve muita dificuldade em se afirmar. O peso da responsabilidade de jogar no Al-Ahli. O Aref Tolo, esse menino do Al-Ahli. Ele só me pedia para eu ter paciência com ele. O Al-Zbor ali, Shoya. E eu tive essa paciência. O Sobro. E ele acabou por ter grande sucesso. O Negaf, portanto, Talaib. Às vezes dou o exemplo dele de que a vida não é feita de vaidades. Daima, Bedi, Massal, Bi. Ele faz-nos lembrar o quanto a vida é ingrata, dura, injusta. E, portanto, tenho muita saudade dele. E tenho muita pena daquilo que aconteceu. Mas são coisas que a gente não pode fazer nada. Mas continuo. من يعني هو محمد عبد الوهاب كلنا نتفق مع مستر مانويل انه اثر فينا جميعا لانه كان شخصيه دي محمد اسنتيكا وسي جوست مونتو ديليا جار وانا هقول لمستر مانويل تاكيدا على انه يستحق كل هذه المشاعر منه ان الله يرحمه رفض كل الاغراءات عشان ما يبقاش في النادي الاهلي واثناء ازمته اتعرض عليه اغراءات جامده جدا مقابل انه يمشي ويرجع ويروح أماكن أخرى ولكن هو تمسك بالنادي الأهلي ولذلك يعني خلقه كان رقيق وجميل وأثر فينا كلنا. أستاذ حامد، محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله 13 سنة فاتت لغاية النهاردة أسرته وأهله وبلدياته كل الناس على اتصال بالأهلي وتحول الى ايقونه وفاء حقيقيه عند الجماهير. الحقيقه انا لاني من المتابعين منذ سنوات مش جديد للسوشيال ميديا ببقى في حاله فخر بان هؤلاء هم جماهير الاهلي من شباب متحمس قبل موعد الذكرى السنويه للراحل محمد عبد الوهاب تمتلئ صفحات الفيسبوك وتويتر بالكثير من الكلمات المعبرة عن المحبة والوفاء بقدر ما كان محمد عبد الوهاب وفيا. لكنني أحب أن أشير إلى موضوع ربما لم يتحدث عنه أحد، إنه في اللحظة التي توفى فيها محمد عبد الوهاب في أرض ملعب التتش كان في معاه شيك بجزء من قيمة عقده مع النادي الأهلي، وبعد الوفاة قرر النادي الأهلي دون إعلان أن يصرف القيمة الكاملة لعقد محمد عبد الوهاب لأسرته، مش بس الجزء اللي هو كان الشيك بتاعه في جيبه، لا، الثلاث سنوات كاملة لأسرته، لأنه لابد أن يبادل الوفاء بالوفاء ولابد أن يكون هذا هو الأهلي وهذه تصرفات الأهلوية تجاه هؤلاء الذين يعني يعلنون دوما أنه الأهلي عمره ما تخلى عني، فأنا لا يمكن أتخلى عن الأهلي، والدليل هو المواقف الكثيرة لمحمد عبد الوهاب وعدد كبير ايضا من اللاعبين. وهي دي قيمه الوفاء يا جماعه، وده مش مع لاعب حتى رحل، حفظ الحقوق كمان. يعني شوفوا اكم من لاعب لعب في النادي الاهلي ومشي وله فلوس متاخره. مره سامي قمصان اللي انتقل للاسماعيلي بعد الاهلي قال كنا على مباراه مع الاهلي والاسماعيلي وهو في صفوف الاسماعيلي، فبيقول لقيت الاداري جاي لي قبل الماتش، اداري النادي الاهلي، وبيسلمني الشيك بمستحقات المتاخره اللي كانت ليا في النادي الاهلي. حسام ابراهيم لما مشوا من النادي الاهلي
كان فيه عاصفة من الخلاف معاهم وحصلت ضجة كبيرة جدا وانتقلوا لنادي الزمالك وحصل اللي حصل، بس كان ليهم فلوس في النادي الأهلي، مكافأة آخر بطولة واخدينها إداري النادي الأهلي سعيد أحمد أفتكر وقتها وادالهم الفلوس لغاية البيت. ده حصل مع كل الناس اللي مثلت النادي الأهلي وكان ليها حقوق عند النادي الأهلي. فقيمة الوفاء وقيمة الالتزام بالحقوق هي دي اللي بتخلق القيمة، وهي دي اللي بتحافظ على نقاء الصورة. بس كمان لما يتحول الأمر مع كل هذا الحرص على هذه القيم إلى عواصف تشكيك، ونبص نلاقي هناك تسديدات نحو مرمى الخطيب. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي رمز المجلس، فبالتالي في أسباب كتيرة جدا بتخلي الناس اللي عايز يهاجم مجلس الإدارة، الاسم الأشهر في السياق محمود الخطيب، اللي عنده حسابات انتخابية أو لم يوفق في انتخابات سابقة، الخطيب بجماهيريته حجر عثرة في طريق طموحه. فتلاقي المسائل باستمرار الخطيب بدل ما كان بيسدد نحو مرمى المنافسين والخصوم بيسدد عليه كتير من هذه التسديدات. لكن الخطيب الخطيب ابن الأهلي جدا ويعرف تماما من أول مرة دخل مجلس الإدارة وحتى اليوم، هو عارف كيف كان الأداء العملي لمسألة قيم النادي الأهلي وأخلاقيات النادي الأهلي. النادي الأهلي لا يرد على الصغار، ويرى أن الرد على الصغار صغار. صغار. نعم. النادي الأهلي يصمت أمام الجهلة والحمقى، لأنه الصمت عن الجاهل والأحمق شرف، لأنه الأسد يخشى وهو صامت، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. فهذا هو النادي الأهلي. أنا على العكس تماما برضو، أنا المتابعة بتاعتي لعواطف الجماهير الأهلوية، رغم أن أنا حتى اسمح لي هخرج جزء كده واروح، أنه يعني أكتر سؤال أنا بتسأله على مدى الأسبوعين الماضيين هو، خلي بالك شوف السؤال إزاي، هو الخطيب جاب المدرب، هو الخطيب جاب المدرب. الحقيقة يعني لانه جماهير الاهلي حريصه على النادي الاهلي، لكن في كثير من المبالغه والعاطفيه. هقول لك ايوه، هو جاب المدرب اسمه ماركوفيتش، صوت يعني هو بالنسبه للي بيسال هيعرف ايه. النادي الاهلي بيعمل كل شيء وليس فيه جعاجعه، وجعاجعه هي جمع جعجع. الأهلي ليس فيه جعجع، وليس فيه من يحب أن الظهور في الصورة دوما، وكل شيء بيتم فيه بهدوء النادي الأهلي، بوقار النادي الأهلي، بقيمة النادي الأهلي. فبناء عليه عندما لا يرد الخطيب، الحقيقة أكتر ناس بتتعب هم كارهي الخطيب. كارهوا، هم كارهوا الخطيب. اصطاد لك واحدة في حياتك. نعم، هم كارهوا الخطيب طبعا. كارهوا الخطيب، بيبقوا نفسهم انه الخطيب كرمز للنادي الاهلي صحيح يرد، ولكن هو ما بيديلهمش الفرصة دي. احنا ده اسلوب النادي. دكتور عبد المنعم سعيد الاسبوع اللي فات كان كاتب مقالة في الاهرام عن في ملعب التنمية، فاستهل المقالة انه تلاحظ لي كثيرا انه كلما سئل الكابتن محمود الخطيب من صحفيين لماذا لا ترد، يبقى كلمته الدائمة الرد في الملعب، ويرد بإنجاز وبطولة. فبيعتقد او بيدعو الدكتور عبد المنعم سعيد انه ده المفروض يكون، نقل كلام بقى وكله يرد في الملعب، كله يرد بالعمل، كله يرد بالشغل بجد. صحيح. النادي الأهلي خلال الفترة الماضية حقق
الكثير من الوعود اللي وعد بيها أعضاؤه، أعضاء النادي الأهلي في مقره الثلاثة. ما بنسمعش عن الإنجاز إلا بعد انتهائه، ما بنسمعش قبلها، لا وبنحضر صحيح. وبنشوف. هنيجي حتى لملف الإنشاءات، لكنه الحقيقة وإحنا بنتكلم عن تسديدات نحو مرمى الخطيب، وهو أكثر من سدد نحو مرمى الخصوم والمنافسين، بنلاقي برنامج زي برنامج نادي الزمالك يبدأ يتحدث على في كل لحظة عن النادي الأهلي والخطيب، كلما فعل الزمالك أمرا لابد من السؤال أصل الأهلي بيقلدنا. كانت النكتة الطريفة الزمالك كان أوفد الأستاذ أحمد مرتضى والأستاذ أمير مرتضى للتعاقد مع مدرب أجنبي، فتقال الحقوا الأهلي بيقلد الزمالك، الأهلي بعت أمير توفيق ومعاه المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي للتعاقد، فالأهلي بيقلد الزمالك. وأنا عشان أصفر حد يتعاقد مع حد كده بقلد؟ طيب إيه رأيكم؟ في السبعينات الأهلي بعت الكابتن صالح سليم، الكابتن صالح سليم عليه رحمة الله سافر المجر عشان يتعاقد مع مستر هيدي كوتي، ويقول الخبر وقتها أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا. يا سيدي ما تزعلش، أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ومبعوث النادي إلى أوروبا للتعاقد مع الكابتن صالح أرسل صالح سليم عضو مجلس إدارة النادي ومبعوثه إلى أوروبا للتعاقد مع مدرب أجنبي لكرة القدم برقية بأنه اتفق مع هيدي كوتي. بصوا أهلي صالح سليم عضو المجلس للتعاقد، ده كان في السبعينات. كمان في بداية الألفية الأهلي أرسل الكابتن محمود الخطيب عضو المجلس 2001 والأستاذ ياسين منصور عضو المجلس في 2001 للتعاقد مع مانويل جوزيه، فبالتالي مش الأهلي هو اللي قالوه ده خالص، ده نهج الأهلي ماشي عليه طول عمره. لكنه ده رأي، وقلنا يعني الأهلي لا يستنى سنة جديدة، ده بيعمل الكلام ده من عقود طويلة مضت. ألاقي موقع زي موقع الفجر أو أستاذ حامد عامل تقرير مطول كله محاولات تسديد نحو مرمى الخطيب، تحديدا الأهلي والزمالك وخطايا المدربين. فبيبدأ التقرير أنه دأب مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب على السير على خطى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في قضايا تتعلق بمصير المدربين الذين يقودون الفريق الأحمر، بالإضافة إلى الاعتراض على بعض الحكام ببطولة الدوري. ظهر مجلس إدارة الأهلي برئاسة بيبو، هكذا يقول الفجر، في أول ولاية له في القلعة الحمراء متخبطا في بعض القرارات الإدارية، مما أعاد للأذهان مرتضى منصور رئيس الزمالك الذي تعامل مع نفس المواقف بنفس الطريقة والأسلوب سواء مع المدربين السابق. يعني الكلام هدفه أنه الكابتن محمود الخطيب بقى ماشي على خطى الأستاذ مرتضى منصور، زي ما الأستاذ مرتضى منصور بيستغنى عن مدربين في وسط الموسم، الكابتن الخطيب استغنى عن مارتن لاسارتي في نص الموسم. هنا الناس في الفجر مش عايزين يلاحظوا انه الموسم بالنسبة للنادي الأهلي خلص. انا مش فاهم الناس فاهمة ان الموسم ممتد، مباراة الأهلي وبيراميدز أخرجت الأهلي من الكاس فأنهت للأهلي الموسم، فأصبح من حق لجنة الكورة ومجلس الإدارة محاسبة الأجهزة الفنية وتقييم أدائها، فهنا ما حصلش استغناء في وسط الموسم. لكن حتى ده لا سنة من الخطيب ولا حاجة جديدة من مرتضى منصور خالص. تاريخ كرة القدم قالك يعني الأهلي برضو اعترض على قرارات التحكيم، فأصبح الكلام لا ده كده الكابتن محمود الخطيب الأهلي عمره ما اعترض. التقرير بيقول لك عمر رؤساء الأهلي ما اعترضوا على الحكام اللي بيعملها الكابتن محمود الخطيب عشان رئيس نادي الزمالك بيعملها، وكأنه الاعتراض على التحكيم لعبة فقط من الكابتن محمود الخطيب. طب ما نراجع تاريخ الأهلي مع التحكيم وازاي الأهلي في كل العصور بيشتكي من الظلم اللي وقع عليه، ووصلت المسائل إلى مداها في بعض المواقف. كابتن محمود الخطيب كان عنده سنة واحدة، مواليد 54، وهو عنده سنة
سنة 55 تفجرت أزمة الترام، الأهلي والترام، المباراة التاريخية الشهيرة، كان الحكم فيها الكابتن حسين إمام عم الكابتن حمادة إمام، وحصلت الخناقة بين توني لاعب الترام وطلعت عبد الحميد لاعب الأهلي، وكان حامل الراية الكابتن محمد حسن حلمي، أخذ اتحاد الكرة وقتها بتقرير محمد حسن حلمي اللي أدام فيه لاعب النادي الأهلي بعكس تقرير الحكم اللي كان أنصف لعيبة النادي الأهلي، رفض لعيبة الأهلي، اتحاد الكرة قرر تسريح لعيبة الأهلي بالكامل سنة 55 واداهم حق الانتقال لأندية أخرى. لعيبة الأهلي رفضوا الانصياع للقرار وتمسكوا بالبقاء في الأهلي حتى لو مش هيلعبوا كورة. فكانت النتيجة وقتها حل الاتحاد. بالمناسبة كان رئيس النادي الأهلي وقتها عبود باشا، أحمد عبود باشا كان رئيس النادي الأهلي، وأخذ هذا الموقف المتشدد جدا من ظلم التحكيم. وهنروح بعيد ليه؟ ما هو في 88 الموسم اللي اعتزل فيه الكابتن محمود الخطيب، كان كابتن صالح سليم رئيس النادي، وفاكرين حضراتكم مباراة الأهلي والمحلة وإبراهيم النادي وضربة الجزاء اللي اتلغت، والأهلي رفض التعامل مع اتحاد الكرة وقتها، وتم حل اتحاد الكرة اللي كان بيرأسه الدكتور حسن عبدون. أنا بس عندي وجهة نظر يا أستاذ إبراهيم، الحقيقة أنا أرى أن هذه الفقرة في المعدة يعني الحقيقة ما استحقش عناء الرد. النادي الأهلي يدافع عن حق النادي وحق أعضاء النادي وحق جماهير النادي عندما يستدعي الأمر ذلك. النادي الأهلي لا يقبل الضيم. طيب النادي الأهلي بالنسبة للمدربين، ما هو طبعا حصل قبل كده في فترات كتيرة انه ثلاث او اربع وقائع على مدى الثلاثين سنة اللي فاتت انه النادي الأهلي اضطر انه يستغني عن بعض المدربين الأجانب، اما الامور ما كانتش ماشية معاهم. وبكل الاحترام ايضا ما بيقولوش احنا بنخيل ولا حاجة، بيقول احنا بنوجه الشكر وبنعمل لهم حفلات تكريمية وهكذا. لكن انه انا اهتم بما يقوله، ما انا مش عارف الصحفي، طيب مش كاتب الصحفي بتاع الفجر، قد يكون الصحفي بس واحد من اعضاء مجلس التحرير في قناة المحور. طيب كان كابتن صالح سليم رئيس للنادي في 94 لما الاهلي اخذ الموقف المتشدد تاريخيا ضد الاتحاد الافريقي وانسحب الاهلي بعد مباراة السوبر الشهيرة بتاعت بتروس متابيلا وما لحق بها وما أثير حولها، لكن وقتها الأهلي توقف عن المشاركة في البطولات الأفريقية بسبب ظلم التحكيم من الحكم الجنوب أفريقي. مجلة الأهلي كثيرا ما أخذت مواقف متشددة جدا دعما للنادي ومواقفه ضد التحكام، ده مهزلة بعد مباراة لداحوا الحكم المغربي او الحكم الجزائري للنادي الاهلي في عام 99، ثم شكوى شديده جدا في مهزله كان بطلها الحكم منك لله يا داحو، هنلاقي مهزله وشكوى من ريشه، وكان ليك مقاله في هذا العدد ظلم وزنه ثقيل او ريشه ثقيل الوزن في الظلم. لا انا بقول هو يعني الجريشه والاهلي لجأ للفيفا وقتها. نعم. ضد داحو الجزائري. لا ده انا فاكر انت بتتكلم على اخر الظلم اللي هو العجيب جدا. لانه انا عندما يعترف حكم. دي نقطة مهمة جدا. ايوه. هو اعترف في فيديو بصوته وصورته، قال نعم انا ظلمت الاهلي، لكن ايه القى بالمهمة على الحكم الخامس. باللائمة على في مباراة دور ال 16 في كأس مصر. أليس الاعتراف سيد الأدلة؟ مش كده برضو ولا إيه؟ طيب أنتوا شفتوا لجنة الحكام، الراجل بيعترف بخطأ، المباراة انتهت واتحسبت، لكن أين حق الأهلي؟ أين حق الأهلي من جريشة؟ صحيح. برضو تقرير الفجر، واحنا لما بنتعرض لتقرير، لانه تقرير نشر في موقع له شعبيته وله متابعيه وكله مغالطات غريبه جدا، الاجيال الجديده لم تعاصر مثل هذه الوقائع
فالامر بيلتبس عليها وبتظن ان المساله كده مع الالحاح ومع التكرار الناس بتصدق بدون ما حد يفطن الى انه لا الاهلي في كل العصور في مدرب مثلا زي باتلر الاهلي بيستغنى عنه في وسط الموسم لانه شاف في 88 انه في مشكله وكان رئيس النادي الكابتن صالح كابتن عبد صالح الوحش عليه رحمه الله في 91 بيضطر للاستغناء عن مايكل ايفرت الانجليزي الكابتن حسن حمدي والاستغناء عن جون بونفرير دي كلها وقائع بقول لكم فكره التغيير في وسط الموسم مكروهه اهلاويا وسلوك مش متكرر الا فيما ندر وبيبقى مفيش حل الا ان انت تستغني لكن الموسم الحالي الناس مش عايزه تنتبه انه خلص لا هو برضو المقارنه الحقيقه انا ما بحبهاش يعني أنا ما بحبهاش المقارنه لكن مقارنه ايه بس احنا بنتكلم على حد شل 16 مدرب في كام سنه كام سنه 16 مدرب ايوه واللي هو النادي المنافس الشقيق شل 16 احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم في ايه الحقيقه يعني مقارنات مش في محلها اسف يا استاذ ابراهيم ان ايه ظهر علي بعض الامتعاض من ان انا ما المقارنه ما لهاش لازمه حتى وان كانت تمثل الحاح اعلامي لا ايوه الحاح ايوه الحاح صدقني جماهير مش الجماهير الحقيقه مش جماهير النادي الاهلي وحدها يعني جماهير الكوره عندها من الذكاء ما يكفي يعني بتبقى عارفه اصل الحكايه يعني صعبه جدا صعب جدا ان انا اقارن التفاح بالبرتقال طيب الاهلي والواجب الوطني بامتياز وفي ذلك فليتنافس المتنافسون المنتخبات الوطنيه في مشاركاتها الحاليه الاهلي بيؤدي من خلالها واجبه الوطني بامتياز ده مش من مفيش حد بيمن على الوطن الاهلي بيمارس دوره وبيقدم مهمته في خدمة وطنه مهمته ودوره أنه يقدم للمنتخبات الوطنية أفضل العناصر أكثر العناصر الرياضية انضباطا أقدر العناصر على تحقيق البطولات وأعتقد ما من منتخب يشارك في لعبة جماعية في الفترة الأخيرة إلا وكان معظم لاعبيه من أبناء الأهلي أنا من هنا بوجه تحية إلى لاعبة النادي الأهلي السباحة هانيا مورو التي تستحق بجدارة لقب بطلة دورة الألعاب الأفريقية 12 في المغرب فهي وحدها حققت لمنتخب مصر وهي سباحة النادي الأهلي حققت لمنتخب مصر 6 ميداليات 4 ميداليات ذهبية وفضيتين في لاعبين كتير حققوا 3 ميداليات خصوصا في الربعين بتوعنا والربعات في رفع الأثقال ما شاء الله يعني حققوا ما يقرب من 18 ميدالية حققوا 6 لكن الحقيقة هانية بتخش سبق بمنافسين جداد أنا وأنا بحقق في رفع الأثقال عندي رفعتين وبعدين المجموع فبيفرق عن المنافسين أنا كل مرة رانيا هانية كانت بتلعب مع متسابقين مختلفين وإمكانيات مختلفة ومن دول مختلفة وحققت هذا الرقم الكبير اللي يسمح بأن نسميها ملكة دورة الألعاب الإفريقية نعم هي هانية هي هانية ملكة دورة الألعاب الإفريقية ال 12 وطبعا دي يعني هي وغيرها كتير يعني النهاردة أخذت دينا مشرف من حوالي ساعتين ذهبية الفردي في تنس الطاولة عندنا في اللاعبة التي وصلت إلى أولمبياد طوكيو لتكون اللاعبة المصرية الأولى التي في التاريخ اللي تصل في ألعاب الأولمبية في لعبة التنس ومعها أيضا ميار وأيضا اللاعب المصري اللي برضو بقى أول واحد في التاريخ يصل إلى
اولمبياد طوكيو اللي هو محمد صفوت. ميار عملت انجاز كبير جدا 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 جدا، فما شاء الله في كل اللعبات. بس انا اعتقد ان احنا محتاجين احصائيات. إن هي الاحصائيه بس لانه البطوله لم تنتهي، يعني انت عندك هي فاضل يومين بالظبط، في عندك لسه العاب مستمره، فبالتالي قصر الانجاز او الاحصاء على ما تحقق ظلم للناس اللي لسه بتنتظر. لانه الحقيقه ما من لعبة الأهلي موجودة في أجندته إلا وعنده العناصر الأساسية. منتخب الكرة الطائرة اللي النهاردة خسر من إيطاليا مباراة الدور قبل النهائي، منتخب الناشئين، الستة الأساسيين منهم أربعة أساسيين من النادي الأهلي، يعني القوة هذا هو الطبيعي. للفريق أربعة فريق من النادي الأهلي. فريق الهندبول فريق شباب تحت 21 سنة اللي حصل على برونزية كأس العالم، ستة من النادي الأهلي من هذا الفريق. هذا الفريق حقق إنجازات كبيرة لأنه كان بيلعب مع فرق الرجال مش فرق الشباب في دورة الألعاب الأفريقية، ووصل أيضا إلى الدور قبل النهائي، وإن كان خسر النهاردة أعتقد بفرق خمسة في آخر مباراة كانت أيضا من حوالي ساعة ونص، لكن ما حققه هو إنجاز كبير جدا. وأنا بأحيي من هنا الاتحاد المصري لكرة اليد اللي قرر أن يكون ممثل مصر في منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأفريقية. هو فريق الشباب وحده اللي حصل على برونزية العالم، وما يكونش فيه حتى حد من أفراد المنتخب الوطني الأول. طيب زي ما قلت لكم ده الدور الوطني اللي الاهلي بيأديه، وده اللي المفروض كل الانديه تتنافس عليه. كويس قوي انه في العاب كتيره جدا حتى وهي غير ممثله في الانديه الشعبيه، في انديه تانية قايمه بالواجب فيها كويس قوي، في القوات المسلحه عندها بعض مراكز التاهيل اللي بدات تؤتي ثمارها في الالعاب الفرديه بشكل واضح جدا، سواء في الرمايه او في رفع الاثقال او في غيره. الالعاب الشهيده اللي اتحرمت من شعبية الأهلي والزمالك والأندية الكبيرة تواجدت في أندية كتيرة صغيرة، ومع هذا بتنجب أطفال. أما أنا الأوان إن احنا نتوسع في قاعدة الممارسة عشان الألعاب ديت اللي بتحقق بطولات الناس تمارسها بجد. أنا عايز أتكلم في هذا الموضوع، إنه هذه إحدى إيجابيات السوشيال ميديا. أنه شعور والمتابعة من الشباب المصري عبر السوشيال ميديا، لأنه احنا الآن عندنا عدد هائل من الذين يستخدمون الإنترنت في مصر سواء عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو عن طريق أجهزة الموبايل، فأنا شايف استقبال هائل جدا جدا من الشباب المصري للنتائج، وفخر وفرحة بالأبطال بتوعهم اللي موجودين في دورة الألعاب الأفريقية. وهنا يجب علينا إنه إحنا نركز أكثر إعلاميا على هؤلاء الأبطال. أما بطلة رانيا محمود 17 سنة بتلعب رفع أثقال، فتحقق لمصر 3 ميداليات، 17 سنة تحقق 3 ميداليات، أن يحققها محمد إيهاب وهو بطل أولمبي وعالمي ويحقق 3 ميداليات، وأن تحققها سارة سمير وهي أيضا بطلة أولمبية وبتلعب في بطولات العالم 3 ميداليات ذهبية، لكن 17 سنة بتحقق. فإحنا نستغل ده في أن الأسر المصرية تبدأ تشجع أولادها على ممارسة الألعاب زي الريشة الطايرة، زي الألعاب القوة، زي بالتأكيد رفع الأثقال وغيرها، ويتدخل الأندية الكبيرة زي النادي الأهلي. وأعتقد طيب أنه ده جائز عموما، يعني لأنه الأهلي يؤدي واجبه الوطني بامتياز تجاه منتخباته الوطنية أو تجاه منتخبات الوطن. فخلف كل هذه الجهود الكبيرة في ناس شغالة، مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي كابتن رؤوف عبدالقادر. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم. تحياتي وتحيات الأستاذ حامد عز الدين. يعني حبيبي الاستاذ حامد عز الدين استاذنا، يعني اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن. انا استاذ حامد وانا استاذ ابراهيم.
مبروك هذه الانجازات الكبيره لكل الفرق الحقيقه في الدوره الافريقيه يا كابتن. طبعا الحقيقه كلنا سعداء يعني تصدر مصر جدول الميداليات و يعني على طول يعني احنا شاركنا في اكثر يعني انا نفسي شاركت في ثلاث دورات افريقيه قبل كده زي الاول افريكا جيمز ساوث افريكا وفي نيروبي وفي زيمبابوي. كلنا بنبتدي من اول يوم نمسك الورقه والقلم وبنجري يمين وبنجري شمال علشان نعرف هو في ميداليه هنا فين وهنا في ميداليه هنا فين. الحمد لله يعني تفوق ابطال مصر في جميع الالعاب وتصدر مصر للبطوله حتى الان. طيب حتى في الالعاب الجماعيه يا كابتن يعني الطايره عندنا منتخب الطايره خرج من الدور قبل النهائي في بطوله كاس العالم للناشئين ومنتخبات اليد البطولتين اعتقد كان في تمثيل يعني لافت جدا للاهلي في الفرق الثلاثه. الحقيقه لو ابتدينا مثلا ب 98 فاز بالميداليه البرونزيه بالنسبه لكره اليد هنلاقي خمس لاعبين في المنتخب ايضا مواليد 2000 الفاز بالميداليه الذهبيه هنلاقي اربع لاعبين. المباراه بتاعت اليوم قبل النهائي اللي كانت في الكره الطايره منتخب مصر للناشئين مع ايطاليا خمس لاعبين ايضا من النادي الاهلي ما شاء الله يعني الحمد لله النادي الاهلي متواجد وقوه في كل الالعاب الجماعيه اللي بتحقق نتائج جيده يعني. كحافز يا كابتن هل الفرق هل اللعيبه الدوليين ليهم حوافز ماديه في النادي اللي بيحققوا بطولات مع المنتخبات؟ لائحة النشاط الرياضي في النادي الاهلي بتدي مكافئات للاعب لما يحقق بطوله مع النادي وايضا اذا حقق بطوله سواء افريقيه او عالميه مع المنتخب ايضا بيبقى ليه مكافاه مش كده وبس ومدربه في النادي كمان بيبقى ليه هايل هايل يعني هايل يعني يعني الولاد بتوع الهاندبول مدربهم في النادي انجازهم مع المنتخب مدربهم في النادي استفاد يعني هو المفروض في الالعاب الفرديه في الالعاب الفرديه يعني الالعاب الفرديه المدرب البطل هو يعني بيوري مكافاه. على فكره بالنسبه للالعاب الفرديه النهارده مش عارف حضراتكم اعلنت ولا لا لان الحقيقه راجع من اسكندريه كنا مع الصغار بتوع كرة اليد هناك. النهارده دينا مشرف فازت على النيجيريا وفازت بالميدالية الذهبية. صحيح. في التنس طاولة. لسه الأستاذ حامد بيهنيها. وأيضا مصطفى هشام الجمل أحرز الميدالية في المطرقة النهارده. فعلى طول كده على التوالي والتتابع أبطال النادي الأهلي في الألعاب الفردية الحمد لله يعني أيضا بيحققوا نتائج جيدة جدا في البطولة دورة الألعاب الأفريقية. طب بمناسبه الالعاب القوى ايهاب عبد الرحمن اخباره ايه يا كابتن؟ والله يعني تجرى محاولات على قدر الوثاق يعني و يعني تقريبا يعني احنا بننتظر في القريب العاجل يعني ممكن يبقى في مستجدات في الموضوع بتاعه ويعني النادي بيبذل قصارى جهده بالاشتراك مع الوادة في اتصالات وفي خطه عمل معموله وبنامل باذن الله يعني لو اتفاق الايقاف عن ايهاب يا رب يعني يعمل حاجه كويسه باذن الله لمصر واكيد يعني هتكتب للنادي الاهلي يا كابتن رؤوف استاذ حامد انا بقى بطمع من حضرتك في ان تصنع لنا قائمه الشرف الاهلاويه بعد انتهاء الدورة يعني في خلال 48 ساعة قائمة الشرف الأهلوية لصالح مصر لأنه مصر إحنا الأهلي جزء صغير جدا من مصر الكبيرة وفرحة المصريين بس إحنا عايزين نقول للناس إن إحنا بنكرم وبنحتفي وبنحتفل بالذين يقدمون ما يملكون من عقد وعرق وجهد من أجل المنتخبات المصرية فبننتظر من حضرتك انه يبقى في عندنا القائمة دي في اسرع وقت ممكن باسماء وجوائز والمراكز اللي حققها لاعبو الاهلي في
المنافسات المختلفة، ورغم أن النادي الأهلي بيعاني من كثرة عدد اللعبات الرياضية اللي بتتلعب فيه، فعايزين نختار مجموعة من اللعبات عشان تستفيد من الشعبية بتاعت النادي الأهلي، وخصوصا لعبات النزال زي ان احنا نضيف للكاراتيه، نضيف جودو لان احنا ما عندناش جودو، نضيف تايكوندو للاستفادة من شعبية النادي الأهلي في دعم هذه اللعبات في خصوصا على المستوى الأولمبي. بإذن الله يعني يتم حصر في القريب العاجل على طول الأبطال الفائزين في دورة الألعاب الأفريقية. وعلى فكرة على سبيل المثال ورئيس الحصر مثلا أبطال السباحة هن يمروا 4 ميداليات ذهبية و3 فضي في التتابعات، وأيضا أحمد أكرم وعلي خلف الله وميشو، يعني أبطال النادي الأهلي كلهم في السباحة محققين ميداليات كلها ذهبية. لو استعرضنا كل الألعاب هنلاقي النادي الأهلي الحمد لله أبطاله بيشاركوا في فرحة المصريين كلهم في دورة الألعاب الأفريقية. وزي ما حضرتك يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، أي لعبة من الألعاب اللي هي التركيز عليها ممكن بيحدث ميدالية ذهبية لمصر. يعني ربنا يسهل بإذن الله ويبقى في دراسة بحيث إن إحنا نحاول نحقق اللي حضرتك قلته يعني. إن شاء الله. تدعيمات الباسكت والهاندبول خلاص اكتفينا بما تحقق ولا لسه في حاجة تانية؟ لا يعني في حاجة تانية بس نسيبها شوية. في حاجة تانية؟ فيها حاجة حلوة؟ لا إن شاء الله. لسه بإذن الله. بإذن الله. والله كمان يعني بإذن الله في حاجة كده بإذن الله يعني لما كملنا التدعيمات كلها بإذن الله. إن شاء الله. كابتن روب بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا وضحيه. شكرا جزيلا لكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. شيء رائع ان يبقى لائحه النشاط الرياضي فيه مكافآت للعيبه لو حققت ميداليات او مراكز جيده مع المنتخبات. على فكره النادي الاهلي السنه دي في بدايه السنه كان في احتفاليه كبيره موجوده لتكريم ابطال النادي الاهلي، مش بس في الالعاب الجماعيه لكن ايضا كان التكريم لفريق الكوره ومعاه الفرق اللي فايزه بالبطولات كلها وكل لاعبي النادي الاهلي الذين حققوا ارقاما وانجازات لصالح المنتخبات المصريه، وتم تكريمهم بشكل عظيم جدا يعني من وجهه نظر النادي الاهلي ومن وجهه نظر كل الذين حضروا حفل التكريم اللي كان على مستوى عالي ونقلته قناه الاهلي على الهواء مباشره. طيب اذا يعني الاهلي بيعمل في كل الاتجاهات، شفت في الكوره المساله ماشيه ازاي، شفنا في الالعاب الاخرى الاهلي بيؤدي دوره او بيؤدي دوره الوطني بامتياز وباخلاص شديد جدا وبحوافز ماليه كبيره للاعيبه اللي بتحقق بطولات مع منتخبات الوطن. على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد ايضا المالي في النادي تتوالى الاهداف خارج الملعب. خارج الملعب الرياضي هناك أهداف كثيرة يحققها النادي الأهلي لخدمة أعضائه وأبنائه وجماهيره. وأنا قلت لكم قبل كده الرابط مباشر وصحيح. الأهلي لما بيتوسع في منشآت بيرتقي بالمستوى الخدمي. دي مسألة مش خدمة بس للأعضاء، للجمهور، لأنه التطوير والارتقاء والتوسع في المرافق والإنشاءات والمقرات بيخلي النادي الأهلي يتوسع ويعظم موارده ومداخله. كلما تعظمت وتعظمت المداخيل وموارد النادي استطاع النادي أن يفي بالتزاماته التعاقدية والرياضية علشان يبدأ يبني الفرق على أفضل مستوى بما يسعد الجماهير. احنا النادي الأهلي قبل نحو 30 سنة كان مقر النادي الأهلي التاريخي في الجزيرة. احنا النهاردة ما شاء الله بنبدأ المقر الرابع في التجمع. هذا التوسع الجغرافي والمساحي والمكاني في ظل الشعبية الطاغية للأهلوية اللي بيسعوا
نيل عضوية النادي الأهلي هو في الآخر خالص لصالح الرياضة المصرية. شوارب عايز يفرجنا على بداية العمل في المنطقة الترفيهية، كل المنشآت اللي افتتحها مجلس إدارة النادي الأهلي بالأمس دي كانت بداية الأعمال فيها، هكذا كانت الجهود المتواصلة لفترات طويلة جدا من كل الناس اللي بتشتغل علشان تنتهي كل هذه الجهود وهذه الأعمال الإنشائية الكبيرة للصورة الجميلة اللي انتوا شفتوها امبارح. امبارح احتفل مجلس إدارة النادي بافتتاح منشآت جديدة في مدينة نصر، ضمت حمام أمواج صناعية، حمام سباحة للكبار، حمامات سباحة للأطفال، غرف خلع ملابس رجال وسيدات، غرف خلع ملابس للناشئين والناشئات، ومناطق جلوس للأعضاء، ومناطق خدمية أيضا. حضر الاحتفال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والأستاذ خالد الدرندلي أمين الصندوق، والأستاذ إبراهيم الكفراوي، والأستاذ محمد الضماطي، والدكتور مهند مجدي، والأستاذ محمد الجارحي، والمهندس محمد سراج أعضاء مجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والعميد حسن مسعود مدير فرع مدينة نصر، والمهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، وكان حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية. أنا من هنا بقى لأنه في ناس بتبقى بتشتغل في صمت وفي الظل، وعلى رأسهم المهندس سامح علي كامل اللي بيقود كتيبة العمل والإنشاءات في النادي الأهلي. الحقيقة أنا بدخل الفرع بتاع النادي الأهلي في مدينة نصر بحس إن أنا في مكان آخر، في مستوى آخر من داخل النادي وخارجه. أعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر يشعرون بهذا التغير الكبير واللي كان مطلوب وبسرعة، ووعد به مجلس إدارة النادي الأهلي في فترة الحملة الانتخابية، وأعتقد أنه حقق أكثر من 90%. أيضا أما رحت الفرع بتاع الشيخ زايد الحقيقة أيضا مستوى مختلف، احنا شايفين مع بعض المشاهد وننتظر ان يحلق نسر الاهلي فوق بوابه النادي الاهلي في مدينه نصر سريعا، وان يحدث ذلك وسيحدث قريبا جدا في الجزيره، لانه ايضا الجزيره رغم انه اللي معمول فيها اكبر بكتير من المساحه بتاعتها اللي مش سامحه، لكنه ايضا كتير جدا، وهذا شيء يعني بيثير التفاؤل بمزيد من الإنجازات لصالح أعضاء النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. وإن شاء الله بقى تبدأ قناة الأهلي قريبا تتابع اللي هيحصل في التجمع، في فرع النادي الأهلي في التجمع اللي بدأ فتح باب العضوية فيه. كل الحاجات دي بتخلي الأهلوية متفائلين بمستقبل أعظم كثير للنادي الأهلي في الفترات اللي جاية، لأنه النادي الأهلي بيكبر على طول وما عندناش خالص حدود لطموحات النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي. دي وقع الافتتاح بالأمس، يعني المجلس كله حضر الافتتاح ثم توجهوا لأداء واجب العزاء للأستاذ طارق أنديل في وفاة المغفور له شقيقة. ده كان قبل ده على طول. يعني الرائع جدا يا أستاذ حامد أنه الخطة الإنشائية ماشية في كل الفروع والمقرات. نعم. الناس في الأول كنت أنت بتسمع أصل المجلس مهمل مدينة نصر، أصل المجلس مركز على الجزيرة، تكاد تكون الجزيرة أقل حظا بكل الأعمال الإنشائية. لا الحقيقة. عشان مساحة المكان طبعا، لكن أنا بقول فعلا أعضاء النادي الأهلي أو مدينة نصر أصبحت شيء مختلف بدرجة تتخطى 75 إلى 80% عما كان عليه الفترة السابقة. مزيد من التوسع، مزيد من تعظيم الموارد، مزيد من القدرة على الوفاء بالتزامات الأهلي تجاه جماهيره قبل أعضائه كمان. ما هو أعضاء الأهلي هم جماهيره وجماهيره الأهلي هم أعضائه. ما احنا قلنا عندنا جمعيتين عموميتين، جمعية لأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي هي المحدودة، لكن الجمعية العمومية الملايينية
دي منتشرة في 27 محافظة مصرية، وما شاء الله بتزداد يوما بعد يوم، من أجل أيضا دعم وتقوية للنادي الأهلي في كل الأوقات. طيب الوقت بيدهمنا، لكن لابد من كرة القدم، نادي القرن ومهمة الدخول لدور المجموعات. الأهلي تخطى فريق جنوب السودان، اطلع برة ويقترب من دور المجموعات، لكنه في طريقه في مباراة دور الـ 32 بطل غينيا الاستوائية. الأهلي هيلاعب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد ما فاز الأخير على ميكيلي أنديريتا الأثيوبي 3-2 بمجموع المباراتين. المباراة اللي جاية على طول للأهلي، أقرب ارتباط للأهلي هو مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. المباراة هتكون أحد أيام 13-14-15-9، يعني كمان 15 يوم بالظبط. المباراة الأولى هتكون في غينيا الاستوائية، مباراة العودة هتكون في القاهرة 27-28 أو 29 من نفس الشهر. الأهلي إذا كان أسس 1907، كانو سبورت تأسس 2014، مقره في مدينة ملابو. عبور سهل للأهلي لفريق اطلع برا جنوب السوداني. صحيح صحيح، يعني لكنه أنت المباراة اللي جاية هي اللي دخلك على دور المجموعات، دور المجموعات من دور ال 16 دلوقتي. نعم، لا الـ 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 إن شاء الله الـ الـ المستوى وال الفريق النادي الأهلي الموجود الآن تقريبا لا ينقصه شيء، قد ينقصه حاجة معينة تعلن قريبا أو كذا، لكن في كل المراكز احنا عندنا 2 و3 لاعبين. الفريق قدم الحقيقة، رغم أنه نادي اطلع برا الجنوب السوداني في المباراة الأولى يعني كان لا يزال لديه الأمل، في المباراة الثانية لعيبة الأهلي كانت حريصة على إثبات ذاتها، وخصوصا اللعيبة اللي كانت راجعة من فترات اختفاء وفترات ابتعاد. سعيد جدا بالمستوى الكبير جدا اللي ظهر عليه الكابتن حسين الشحات اللي سجل هاتريك، كل صلاح محسن لعب يعني مباراة عمره، يعني 7 كرات ب7 فرص ومنهم هدفين. الفريق ككل كان بيلعب بجدية تامة، وهو ده اللي مطلوب من النادي الأهلي بغض النظر عن النتائج. فحققنا رقم اقترب من الرقم القياسي اللي هو 10-0 بال9 أهداف اللي سجلها النادي الأهلي، والجماهير يعني اعتبرت التوقف عند 9 إن شاء الله فأل خير للنادي الأهلي لكي يحقق التاسعة إن شاء الله في إفريقيا هذا الموسم، وسيكون لها طعم مختلف ومعنى مختلف بإذن الله. طيب المباراة كانت سهلة، العبور كان سهل جدا، الفريق المنافس الشقيق بطل جنوب السودان كان حديث العهد برضو بمثل هذه المشاركات الخارجية المهمة، لكن المؤكد حتى مع هذه السهولة الواضحة جدا في التأهل كانت هناك مكاسب كبيرة من هذا الدور. نشوف رأي الكابتن طه اسماعيل في قناة أون سبورت عن ما تحقق للأهلي من مكاسب في هذه الجولة. دكتور طه، رأي حضرتك إجمالا في اللقاء اليوم والمكاسب اللي حققها نادي الأهلي. أولا يعني المباراة دي إقناع للعيبة بأنه الأداء السهل المرن المباشر ينتج عنه فرص كثيرة جدا وتسجيل أهداف بسهولة. هذا الأداء تم على فريق جايز فريق متواضع، إنما لو 15% من هذا الأداء السهل قدرت تطبقه على فرق منافسة ممكن اعمل نتائج كبيرة جدا. يعني هو نخلق على الأقل بخلق 4-5 فرص في المباراة أو في كل شوط لو لعبت بالشكل ده. صحيح أنا بخلق هنا 10 فرص ولكن مع فرق منافسة وقوية الأداء السهل الممتع المباشر اللي فيه تعاون ده. اللي فيه التعاون في مفيش أنانية بنصلح لبعض لعبة الكرة بتتلعب الصح المطلوب بالظبط. هذا الأداء لو أنا طبقت مثلا زي ما بقول 20-30% من هذا الأداء على فريق منافس ليا
وقدرت انفذ دوت هيديني على الاقل 3 4 فرص في كل شوط. لو عندي امكانيه في التسجيل، لان برضو تسجيل النهارده مش محتاج هدافين، لان كرات سهله جدا يعني بالعرض جول فاضي حاجات من هذا القبيل، وان تو واحد بنفرد يعني مش فرص صعبه جديد كتير، لكن من خلال الجماعيه بتلاقي الفرص سهله اللي واصله للجول سهله جدا. فانا بقول ده اقناع للعيبه، ان انا لان ممكن هذا الجيم كان ممكن يتلعب بطريقه فيها شيء من الانانيه، كل واحد يجيب جول وواحد يمسكها مش عايز يسيبها وكلام من هذا القبيل، ممكن تطلع باربع تجوال لكن باداء زي الشوط زي الدور زي الماتش الاولاني. لكن الماتش ده بيبين بالبرهان للعيبه ان ممكن هذا الاداء اقدر احاول اطبقه على فرق منافسه، بس طبعا هنفذ منه زي ما بقول 15 20% من هذا الاداء، لان الفريق اللي قدامي فريق واعي، فريق كبير جدا زيه، لكن هقدر اخلق معاه فرص. هذه الفرص هتساعدني في عمليه ان انا مش محتاج ان انا يكون لازم يكون عندي هداف هو اللي هيجيب لي جوال، انما ممكن من خلق هذه الفرص اي واحد يجيب جول. عشان كده انا بقول اكبر مكسب في هذه المباراه انها تقنع اللعيبه بان اللعب السهل الممتنع المباشر اللي ما فيش فيه انانيه واللي فيه التصليح مع بعض، ولو ان فيه لعب ضيق كتير حصل وبشكل جيد يعني اتخلق منه فرص بشكل جيد، ده انا بقول ان صحيح انا ما بعولش على المباراه وبقول ان الفريق دوت يعني انا كسبت 7 ولا 9، انا مش بص لدي خالص، انا بصت ازاي جت لجوال، كل الاجوال جت بسهوله جدا وبتعاون مع البعض، بانتوهات بنتريشن عرضيه جول فاضي بنقلها، كل ده نتيجه ليه اللعب الجماعي السهل اللي عمله الفريق. استاذ حامد، الشيخ طه شايف انه اهم مكسب ان اللعيبه تقتنع انه اللعب السلس السهل هو اللي ممتع وهو اللي يحقق النتائج الايجابيه الكبيره. ما هو ده كان 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 مكسب مهم جدا بالنسبه للعيبه، خصوصا الاربعه او خمس عناصر اللي دخلت في تشكيله الفريق وعملت اللي مطلوب. هي عملت المطلوب، اللعب بدون بدون قيود، يعني بدون قيود، هو بيلعب اللي شايف ان هو يمشي، والجمهور بتاع النادي الاهلي كان سعيد جدا. بس زي ما قال طبعا الدكتور طه اسماعيل انه هذا ليس المقياس، لانه انت هيجي لك فرق اقوى. بس انا لا اعتقد انه فرقه غينيا يعني في يعني اللي عمرها 5 سنين هتبقى يعني حجر عثرة امام وصول الاهلي لدور ال 16. لكن الكوره الاحترام الشديد لكل منافس والحذر الاشد من مواجهه يعني اي فريق، لانه التعامل مع اي فريق في افريقيا على انه ده حديث العهد. الكره المصريه يا ما عانت وخرجت من ادوار كتيره وبطولات كبيره على يد فرق صغيره او كانت تظن انها صغيره. لا بس ان شاء الله انا ثقتي كبيره جدا في النادي الاهلي، سواء كان جه المدير الفني او ما جاش المدير الفني، باللي موجود ان شاء الله الاهلي قادر على ان يحقق الاهداف بتاعه جماهيره. طيب ده المكسب المهم اللي شافه الدكتور طه اسماعيل، هل نجم نادي الزمالك محمد ابو العلا شاف نفس المكسب للاهلي ولا مكاسب تانية؟ كابتن ابو العلا، بالنسبه لحمدي فتحي بشوف ان هو واحد من افضل الصفقات اللي اجراها النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت، ولعيب مميز جدا. دي حقيقه، يمكن ظهر بشكل كويس جدا وكان ليه دور في الدور الثاني مع النادي الاهلي الموسم اللي فات ساعه ما جه من انبي، يمكن في انتقالات يناير. الميزه كمان هو خدها واحده واحده يا ابراهيم، يعني ما خدش مره واحده فتحرق. اللعيب تاخد ثقه واحده واحده، ينزل ربع في ساعه في نص ساعه، ابتدى كمان يهدف، ابتدى قريب من التلت الهجومي، ابتدى يبقى يعتمد عليه بشكل او باخر، ابتدى يقعد اما بيلعبوه جنب السوليه او بيلعبوه جنب حسام عاشور، ده بيزيدوا ثقه ان هو بيحس بثقه، ما بيبقاش هو اللي شايل مره واحده الحمل او بيشيل المسؤوليه، فما بيتدرج. وده اللي شفناه حتى مع حسين الشحات على فكره. فكره التدرج ده بتخليه الثقه بتيجي واحده واحده، بتخليه تحس ان هو خلاص بقى فرد في المجموعه، بقى عارف قيمه التيشيرت اللي موجود، بقى عارف ايه الشخصيه اللي مطلوبه منه في الملعب، لان لما بتلعب في انديه مختلفه غير لما بتلعب في وسط جماهير وبتلعب على ضغط وفي كذا بطوله، لما بتلعب في الدوري بس غير لما بتلعب في دوري افريقيا وبطوله عربيه وكاس مصر، الامور دي كلها بتبقى طبعا بتبقى انت اون سبوت وبتبقى محتاجه ضغط عالي. لكن حمدي فتحي واضح ان هو لاي بروميسنج، عنده امكانيات كويسه، خد ثقه، سنه صغير، مجهوده كويس جدا في الملعب، اضافه جديده كمان شفناها ان واحد التصويب اللي موجوده النهارده صحيح ان هو بيلعب بدماغه جوه ال 18، حلو قوي دي حاجات. انا الجون من احلى الاجوان بصراحه اللي جت النهارده، الجول السادس
فاول مرتين سجل. فهو وكان فعلا بيبقى ليه دايما حضور في ال 18 وفي الدوري فعلا. بالظبط طبعا كان قبل كده جاب جون كمان مهم للاهلي في الدوري. هو لعيب كويس لكن مهم ان انت تعرف توظفه. هو لحد دلوقتي متوظف بشكل جيد والتوقيتات اللي بياخد فيها على فكره يا ابراهيم توقيتات جيده خدماه. صحيح. يعني ممكن لعيب ياخد توقيتات يعني تخلص عليه بلغه الكوره تبقى تحرقه. دي من ضمن الحاجات. بس كمان عايز اتكلم في حاجه تانية. انا شايف ان من ضمن الايجابيات اللي موجوده في مباراه النهارده ان انت عارف لما تجيب اربع اهداف الشوط الاول ممكن تخس شويه الشوط الثاني. لا انت فضلت محافظ على الدوافع جبت خمسه كمان الشوط الثاني. فدي في حد ذاتها ان انت تقريبا موزع مجهودك على الماتش كله شغال بريتم واحد تقريبا. المايه اللي انت شغال بيها او الريتم اللي انت شغال بيه او التيمبو اللي شغال بيه طول المباراه ما نزلتش عنه ما اخترتش الحل الدفاعي. ده من الحاجات الايجابيات اللي موجوده النهارده. ويمكن دي كانت برده من الحاجات الايجابيات اللي كانت موجوده مباراه الزمالك ان انت بعد ما جبت اهداف كتير لا مصمم انك تجيب اهداف كويسه جدا في دور ال 64. ده بيدي رساله كتير جدا للفرقه اللي هتلعبك بعديها بيدي ثقه للاعبتك. انت النهارده اتولد دويتو عجبني جدا النهارده بين احمد فتحي وحسين الشحات. النهارده مباراه مش مقياس يا ابراهيم خالص ومفيش مدير فني يقيس عليها. بس انت ممكن انا بيني وبين انا كلاعب زميلي النهارده لما يبقى في دويتو بين حسين الشحات واحمد فتحي شوف اكتر الاهداف الشوط الاول تحس انها فيها الاربعه من ناحيه اليمين ناحيه اليمين حتى لو اللعب بيتجمع ناحيه الشمال بس الاربعه من ناحيه اليمين. برافو عليك. وتلاقي دايما ان في توازن ما بين احمد فتحي وبين حسين الشحات لدرجه ان هم كمان يعني احمد فتحي كان عارف ان حسين الشحات لما عدى لعب له الكره لتحت فمستنيها. فطبعا يعني كان في دويتو كمان ما بين قفشه وحسين الشحات في الهدف الثاني شفناه 1 2 كويس. النهارده ثقه كبيره جدا لان في اثنين لعيبه اول مره يبداوا قفشه ومحمود متولي. قفشه عنده احسن من كده على فكره بكتير. صحيح. لكن هو عشان يدخل لازم يدخل واحده واحده زي ما حمدي فتحي دخل زي ما حسين الشحات دخل والناس لان قفشه عنده ميزه هي التصويب والركلات الثابته بيعملها بشكل مميز. صحيح. جدا جدا وعنده رؤيه جيده. ابو العلا بيشيد بحمدي فتحي واحد من المكاسب المهمه للاهلي. صحيح صحيح. يعني كانت المباراه فرصه كبيره ان هو يظهر قدراته. انا بقول كل اللعيبه اللي كانت يعني لم تلعب من قبل او كانت يعني مختفيه متغيبه اعتقد انه اتاحه الفرصه ليها كانت رائعه. وبعدين ما ننساش كمان انه صحيح النادي الاهلي كسب 9 لكن الاهلي على مدار تاريخه الافريقي يعني حقق كتير جدا. الفوز بخمسة صفر وحقق فوز اكتر حاجه كانت 5 وحقق الفوز ب6 وحقق الفوز مره واحده ب7. يعني الاهلي في الاهلي في 77 7-2 المدينه وحقق 6 وحقق خمسات كتيره قوي يعني يعني ان يعني ده 6-0 و6-1 يعني 6-0 في 2005 على فيلا الاوغندي و6-2 على النجم الساحلي و6-0 على اليوباردز الكيني في 87 ارقام كتيره. الشحات هاتريك وده مش اول هاتريك في تاريخ الكره الاهلاويه في البطوله الافريقيه. الكابتن محمود الخطيب عنده 3 هاتريك يعني هو هاتريك 3 مرات في شباك دينامو زهرار الزيمبابوي عام 83 في دوري الابطال في شباك دراجونز البنين عام 85 في ابطال الكؤوس في شباك ليوبارد الكيني عام 87 في دوري الابطال. كابتن زكريا نصف عنده هاتريك مره واحده سجلهم في كانونيا ويندي عام 83 والكابتن حسام حسن عنده هاتريك مره واحده مع الاهلي كان في شباك ماجد تنزاني في 93. كابتن خالد بيبو عنده هاتريك مرة واحدة في سان داونز في 2001. الكابتن محمد أبو تريكة أيضا عنده الهاتريك مرة واحدة كان في شباك الملعب المالي في دوري الأبطال 2012. وليد أزارو عنده أيضا هاتريك في فريق بلاده النجم الساحلي في دوري الأبطال هو المغربي وليد المغربي وليد أزارو المغربي في النجم الساحلي التونسي في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2017. على ذكر وليد أزارو لازم أن أخذ رأيك السريع فيه. حديث الناس أن يبقى أن يرحل يكفي أن أنا أقول لك النهاردة في جريدة المسا منشتها أزارو باقم في الأهلي وأجاييه يرحل. على النقيض في نفس التوقيت الأهرام المسائي معركة الأهلي أزارو المهاجم المغربي يحاول معاقبة الإدارة بالرحيل. صحيفة مسائية تجزم برحيله واخرى مسائيه ايضا تؤكد بقائه. لا ما هو هنا هبقى مضطر ان انا اقول مره اخرى ان استخدم التعبير اللي البعض يعني ايه علق عليه كتير هي البزراميط في الاعلام الرياضي.
البزراميط. بزراميط الإعلام الرياضي. أنا أرى كوارث. أنا أرى صحف كبيرة تنقل كوبي بيست من مواقع. يعني اللي بيحصل في الإعلام الرياضي وكأنهم اكتفوا بأنه الصحف لم تعد تقرأ فما بقاش يهتم بما كما ينبغي، لأن اللي هو بيكتبه ده بيسجل في التاريخ. فالناس بتقول وبتبقى 90% من الأخبار استنتاجات وهكذا دون مصدر دون تأكيد. أنا أتذكر أنه في يوم زمان أستاذ الأخلاق الصحفية الرياضية رحمة الله عليه الكابتن عبد المجيد نعمان، دخلت مكتبه وكان بيستخدم لسه التليفون القرص وقعد يجري مكالمات تليفونية لمدة تزيد عن 20 دقيقة ويطلب التحويلة لأنه كان يريد أن يتأكد من مباراة في دوري الدرجة الثانية كانت بين أسوان وفريق فلف الدنيا عشان يتأكد بالخبر. وهذه هي أخلاق الصحافة. أستاذ حامد كنا سعداء بك النهاردة. أنا اللي كنت سعيد بيكم جدا، وأنا بقالي فترة طويلة لأسباب كتيرة ما كنتش متواجد. الله يسلمك. دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.